قال ابن الجوزي رحمه الله كما ذكر ذلك السيوطي عنه في الخواص التحذير من القصاص، قال مبينا أن القصص تروج في الناس أكثر من الأحاديث الصحيحة. قال رحمه الله قال وأكثر ما أتى الحديث من ذكر هذه الأحاديث الموضوعة إنما هو من القصاص. قال وقصصهم تنفق، يعني أنها تروج وتروج. قال فكان يعرض علي الكثير منها فأبين خللها فيحقدون علي.